البنات كي دايرين؟ لاباس بكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ خرجت للتخدم مريضه بعدا 3 ايام وانا طايحه فراش 3 ايام. عوينه عوينه ايمان، راه طاحت لينا طاحت لينا في عيد الميلاد وكانت غادي تجي لومبينونس. وقول لهم الصراحه ايمان، لا اختي ما طحت، ما كتكذبي، ما طحت اختي، جاي حتى للدار، في الدار اللي طاحت الدار صافي، وطحت من مرض خيبه تبغوا صوتي نفسي ما طيحتش روح صراحه. ديري الدراواجي، بزاف الناس كيقول لك عافاك بغينا الماكياج اللي كدير ايمان وامينه. دير الصفار درتها اون تي سيغن وفراجو صافي وعكر. عاودي لهم عاودي لهم عاودي للناس شنو وقع لك. ايوا يا خوتي جيت قسما بالله طلعت للتخدم وكانت معايا صاحبتي وصال، وطلعت للتخدم باش ما غادي نسخن لماما. قسما بالله العالي العظيم ربي اللي شاهد عليا، قسما بالله ربي اللي شاهد عليا، حتى كنت غنطيح في التخدم قسما بالله. صافي رجلي فشلة اللي ما كنتش قادرة نتمشى، قسما بالله جيت للدار يا سولم طحت 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 واحد خلاص. صافي 3 ايام وانا طايحة في الفراش مريضة الصهير وضربهم البرد. عاد اليوم عاد اليوم هادي شوية وصوتي بدا كيمشي. ايمان تبارك الله غلاضت وزيانت ونيارت تبارك الله ما شاء الله. راه البنات راه كتاخذ التبلاح الموريطاني. ايمان ايمان شوفوا تبارك الله ايمان الدوره ديال الوجه ديالها كي دايره. كلشي يقول لي غلاضت ايمان ريسي اختي كي غلاضت وزيانت ايمان. ها هو السبب ديالي تبلاح الموريطاني البنات. عجنه ديال التسمين صراحه واعره البنات. غنخلي لكم واحد اللقطه من شوف تي في، واحد السيده جابت شوف تي في وهضرات على التبلاح الموريطاني. اللي باغي يغلاط بالزربه ياخذ يد التبلاح الموريطاني اللي كيتكون من عجنه التسمين ومن خليط زرق ومن قويلبات ومن هذا ديال الطاقه البنات، مصدر طبيعي للطاقه وتقويه المناعه. ها انتم شوفوا ايمان كطراسي بحال هكا والله الا يا خوتي تا تا سربو واحد جوج ديال مفاق تبلاح التسمين ديال التسمين تا رائع رائع جدا. نصحي بيه البنات قدك البنات الدراري تا دراري تا ديال الدراري كاينه ديال الدراري ولاد صغار نسحب السكر قسما بالله. عشان راه نوريكم تصاوري كي كنت شوكي وليت راه واحد الصدمه راه امبوسيبل. وانتم غتشوفوها في عيد الميلاد حيت كلشي سول قال لك او تبارك الله ايمان. ايا قال لك لاطاي ديال ايمان زوينه كدا شحال من واحد قريتها. السبب شنو هو ايمان؟ لاح الموريطاني. غنخلي لكم البنات النمره اللي بغيتو تواصلوا معاها. ها هي ايمن كتصايب الماكياج. انت طالعه غير تقدم اخوتي والله الا الماكياج علاش لو ادم. لا حيت قالوا لها البنات عافاك يا ايمن ساركي معنا الماكياج ديالك، وقالت لي انا راه كندير الماكياج اجي صوري للبنات، هذا فيديو خاص بالبنات. الدراري وشوفوا يا اختي على شعر لصقتي. ولا اسمحوا لي تبارك الله ما شاء الله. واش نقول لها مين ضربت لي هاد العوينه؟ قول لي غير مني عاود لهم على الطيحه اللي طحتها ايمان. كنا غنجيبوا لك لومبينونس. اجي الواد حدا ايمان. امينه اختي ما طحتش لينا في القاعه؟ طحت زلقات زلقتي بصح ها؟ كيف طحت؟ انا تنقول انا عندي لا شكرا زلقات وما راضيش تقول زلقات. طحت في الدار طحت في الدار. هو ايمان تسيفات عينات ماما ملي نطلقوا لك قال لك العلوه والشعر الشعر الشعر قالت لك ايمان كاع ما عرفنا انا كنقول هذه واش اختي ولا كاريه امي عزيزه. اجا امي هضري مع المتتبعين ديالك. جاني راسي تبدلت بزاف. والتكشيطه اختي ذوقك رائع. عزيزه ولدت الزين ياك واللي كيتفرجوا فينا زوينين. ايمان ايمان ذوقوسه تعجبني انا ولكن تابعاها العين. ثلاثه تعجبيني انت حبيبه والله تعجبيني. شكرا انت راسك الزرواطه سميت ايمان باقا يدك تضرك. عرفت عندي لا باندا كاع ما درتها بعيد نسيتها في الدار. عاودي لهم عاودي لهم قال لك بغاو يعرفوا التجربه ديال يدك شنو هو. مين جاتنا؟ انا اللي عطيتها لكم. جاتني كادو من فلوغ ما عطيتها لكم. واش عطيتها ليا؟ واش تفرقع باش طيب طايف لك الماكياج؟ جيبي جيبي الكادو جيبي نحيدهم. بلاتي امي دار فيديو واحد اخر هذاك فيديو الثاني. هضري مع المتبعين ديالك. السلام عليكم المتابعين ديالك كي دايرين لاباس كدا مع الصحة لاباس عليكم نهار جديد وفيديو جديد وسبحان الله تنفعكم اللي كيقولوا والربح الجمعة عاد بدات كتنطلق البارح ما كنتش كنهضر دابا شوية ما عارف خير نهضر. لا جي خلا اللي تيقولوا تدير ما كاينش حدا ماما والله ما ندير حدا ربي ونخرج برا نديرها. ونقول لكم المتتبعين وراه الماكياج راه عادي راه ولاو الدراري كيديروا الماكياج. والله تنهرس لهم داك الماكياج ما كتقولوا عاد بالبلاصه راه كبارات وحق الله ديما تبقى ديما. واحد المره ما ننساش انا با خليت لي غير لوديو هرت لي الماكياج ديال 10 درهم 10 درهم شاريه بها قجر
عكار بدرهم، فغاجو بدرهم، فندو تاع بدرهم، وشدوه الرسول ما تنساش لي داك الوقت. وكانت الوقت هكا حيده مو داك الشيء، وكانت هكا عافاك واحد قرات الكومونتيرات اللي في ديال فاش حطيتي ديال العيد ميلاد، وحده قالت ليها لي انا، قالت لها ايمان طلعت غزاله، هي تقول ليها او بزاف طلع غزاله من سيمانه وهي كتلصق الشعر وتلصق الضفار، وما كنتش حاسداني سيري ديري بحالي سيري. علاش ما ملصقه الشعر؟ هي اصلا يا اصلا زوين، حنا كاملين زوينين بلا ماكياج، راه شعرها اكثر منك فين كانت ديما كان بحال هكا، وكانت قوي عقلتي من نهار طاحت هذيك الطيحه اللي كانت غادي تموت فيها ايمان، كنت كتعطي العباد الله يمسحوا ليها ويضفروا ليها، تعطوها لهاد الخلات وكان الشعر ديالها اللي شافوا كيقولوا قاوري. باقا كنعقل خالتي سعيده اختك، عيطوا لي فريده اختك، اختك ما كتمسمي سنانك والله، ما اختك هاك تجبدي فيها ما شتك. اختك خالتي سعيده كانت تقول لك تبارك الله على شعرها، عند ايمان، ايمان هي اللي عندها الشعر ولا الشعر ديالها مكفس، ولا شعري مكفس دابا عاد تقول لها هاد السيمانه شوارات اش كتلصق كندير لهم ولي زين زين واخا مع شي تلصقي كاين اللي كتلصق وكتطلع خايبه. دابا بالله عليكم الشعر والشفار هو داك التلصق، والتلصق هو البوتوكس هو الفيلر هو الدقن هو التحديد هو هذاك هو التلصق. هما هادي حنا ميك اب ارتيست زات عندنا، قالت لي بشرتكم ما عمرني شتا عند شي حد، قالت لي كنخدم مع لي بورجوا، قالت لي بلا ما نهضر المهم قسما بالله، قالت لي وقالت لي انت ودات لي انا ماكياج خفيف عليكم راه مخبارك، قالت لي انت غندير لك ماكياج خفيف وطلعي فنه زكا يا امي. وكاين البنات اللي كيقولوا تكشيطه جات الايمان كلاس وكتعرف البنات تكشيطه زوينه الصراحه، عرفت شوك انا البنات كل بسموبات اللي كيضرب ما تسوقش لهم. شكرا للناس اللي كيقول لك ايمان كتحمقنا، كيعكالي شكروني صراحه، وتا الولاد تشكروك ما نساوش حتى الولاد كلشي شكرني شكرا البنات صراحه، وانا طلعت هذه المعنويات هادي زهره يلا فاطمه سيري. انا صراحه تعجبني راسي، انا صراحه تعجبني راسي واخا تعيا وما تدويو، شنو نقول لك ماما ديما على راسي ولا تنوقف قدام البنات. انت تابعك العين بزاف، تابعه ايمان العين بزاف، باقا يديها مريضه باقا راه عندك الزهر منين جيتي من داك الكسيده، وكانت داك الكسيده كون وامو الامانه دا امانته، عندك الزهر يا بنيتي يا كالوالده، راه امي راه درت شي حاجه في الخفاء ونجات منها، انت درت شي حاجه في الخفاء جمعي راسك. المهم هذا هو الماكياج ديال ايمان عادي السامبل كيف كتشوفوا، هذه راه واحد البنيته دخلت لي في حاجبي ياك ما سميه راه ما تصالون دخلت هي في حاجبي وتمشي مرتي مسكينه عنق ماشي عنق واخا نطرق لواحد الموضوع بالنسبه للناس اللي قال لي في الكومنتات بزاف بزاف، فاتيرة يونس عجبتهم ولاد الجلابه تقى والله، ديك السيده راه اختنا، ديك السيده مجوجه بملياردير في الكويت، السيده مجوجه بكويتي جات مسكينه من لي فان ديالنا، باش تعرفوا القصه انا كنت كنشطح انا ويونس، جات هي حيدت لي يديا من يدين يونس، يونس شاف هذوك الشوفات ماشي راه عجباتو، انا حاكمه الجم وانا عارفه شنو عندي وانا عارفه شنو عندي مسكينه، وبقى فيها الحال قالت لي شتات فاطمه الزهراء دوك الكومنتات، قلت لها ما ديرهاش منا قلت الصواب غير سمحينا، قالت لي شت يونس من اطيب خلق الله وخويا ودرويش، قالت لي ما في حتى شي حاجه ديال البساله، وقالت لي شوفي شنو قالوا لي عليك، قلت لها شوفي غير ما تقلقيش انت، اما انا ويونس موالفين بهذوك الكومنتات باش تعرفوا القضيه، انا كنت كنشطح انا ويونس، جات حيدات لي يديا من يدين يونس، يونس شاف فيها ماشي زعما شاف فيها على زعما شي حاجه، غير شاف هذوك الشوفات ولا شاف اختي شنو فيها، خلي اختي راجلي يشوف مع راساته ولا عجبو الزين، وجلسنا في نفس الطبله والسيده دري خوها وعائلتها ناري شنو كتقولوا شوما عليكم كتديو واحد التقليد والسيده بقى فيها الحال مع عبد الله غادي يهود عليكم بحال الجبل ملي تموتوا راه ما تدخلوش تباركم، لا 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 حشومه اللي 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 كيتبع هاد هاد الناس، السيدة مجوجة وعندها راجلها وعندها ولادها وعندها خوها معاها خوها معانا حتى معاها، طيبة ديك السيدة طيبة مولات جلابة الكحلوة وكانت جالسة حدايا، دابا الناس اللي ما فهمش عرفتي الميساجات في البريفي شنو دايرين، زعما بغيتوا لي الخير، زعما نتوما بالله عليكم اللي كتبت زعما بغيتوا لي الخير، واخا تشوفوا ما تقولوش، وانا عارفة الجام الجامي وحاكمة عندي، عاش من عرف قدره رفاتي هادي، واش انا غادي نلقى احسن مني؟ ما كنهضرش انا ما كنعممش واش غيلقى احسن مني، واش كتخربقوا؟ والبنات كانوا كيجيو يسطحوا حدانا صحابات ايمان كيديرين الفورما كيديروا، الله مسكين ما شاف ما هز عينيه وباقي صغار. صافي بغي فاتي وتحمق على فاتي واحلى فاتي وفاتي. ماشي على قضيه هكاك،
انا كنت كنشطح انا ويونس، جات مسكينه هي بغات تشطح معايا، حيدت لي يديا من يدي شاف فيها دوك الشوفات. اصلا يونس ما كيشوفش، واصلا راجلي ما كيشوف. الناس اللي كتقول لك راه جالس معاك جالس معاك غير بزز وحشومه، انا اختها ياك، انا اختها وكيشوف لي تنشطح شي بقيدي ليا، ورا جالس مع السيد جا ميريكا نعيب الله، خوها جاي من ميريكا وهي جايه من الكويت، وراه الناس طيبين والناس شرفه. وجاو عندي ديك خطره سولوا فيا وجاو عندي ولاو جاو لعيد الميلاد. عرفتي انا مرقت غير من السيده داك الكومونتير، انا مرقت غير من هذيك السيده اللي مرقت منها انا حشومه، وراجلها قرا الكومونتيرات حشومه حشومه حشومه. انا ماشي عليا انا، راه قلت لكم عاشه ما نعرفها قدرها على السيده. قالت لي شتوم اختي فاتي وكنطلب منك، قلت انا حنا اللي كنطلبوا منك الاعتذار وما حنا مولفين بهذوك الانتقادات السلبيين. قالت لي يا اختي انا شتي يونس، قالت لي يا يونس خويا الله يعمر لي الدار، قالت لي كون ما جلستش حداه ونقول داك السيد، قالت لي ظريف الصواب. وعرفتي يونس لصق فيهم يباتوا معانا ما بغاش. لا السيد ظريف اختها، ظريف اخوها، ظريف مشبهني لمو الله يرحمها، مو ماتت الله يرحمها وسع عليها وكنشبه ليها، وجا عندي مسكين تا اللي هنا وكيبكي وكيعنقني، قال لي انت بحال امي ولا جا عندنا. لا حول ولا قوة الا بالله. مرحبا طيبين دوك الناس. هذا هو الديكور اللي غادي نتوما مشيتو بعيد، كنت كنشطح مع يونس حيدات لي يدي، هو شاف فيها هو شافها زعما بحال اللي حيدتي لي يدي زعما، هو ما نوا فيها حتى شي حاجه، حيدتي زعما يدي فاتي من 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 يديا وشتي تشطحي. قال لي يونس شطحي معاه، وناض يونس شطح مع خوها، راه غتشوفوا ناض شد في يدي خوها ناضو كيشطحوا. الله يهديكم الله يهديكم، راه مرقتوني مع السيده اقسم بالله الا انا مرقت مع السيده. تيقولوا بزاف وا قالوا تعلي انا يونس عيني في امينه حشومه، وكاينه ما اكثر من هذه يونس عيني في امينه وصافي. هنا غادي نحبس انا، عيني في امينه واش انا تربيت معاه ملي وقال كنت صغيره من كنت لا. وكاين الناس صراحه انتو هادو هادو اللي كاين الناس كيهضروا هادو اللي كيتبعوا هذه المرحله ديال العيد، هادو راهم باقيين يولدوا البغله. لا صراحه نقول لك راه ولدت كومونتيرات، خرجت كومونتيرات باللي اللي قال كيشكروا تيقولوا يوسف فرحان امينه فرحتها واش امي صح فرحان امينه فرحتها قسما بالله بيه كل صغار وكان نقص بحال تقولي عنده العرس. ردي هنا الكاميرا شتي امينه وايمان كانوا صغيورين ملي كنخدا فاطمه كانت كتخرق ايمان ايمان كان وكيدينا صغيورين. هو الغيار كيوقع الله يهدي الله يهدي الشيطان قلت لكم الله ينعل وخزي الله ينعل الشيطان. ولكن هادشي اللي كاين هنا نقول لكم السلام عليكم، تلقاو فيديو ونهار مع باي باي. دير باي باي ايمان ايمان حيد الشبان ايمان ديري هكا صراحه. شوفوا شنو خدينا امي خدات الجوديه صراحه، هذا هاد ديدونه هادي صراحة زوينة الصراحة. واحد السيد كيصيب الثمن هنا كاين في تقدم، عنده حويجات زوينين من هنا كنكتبو ديال الدراري من هنا. شوفوا هادو ديال تركيا البنات اللي باغا تهلا في وليداتها، ها انتوما من بعد ما درنا لكم هذاك الفيديو. هذا ولا هذا كحل فينا هذا، انا قلت لها هذا هي اختارت هذاك جا ليها مع وجهها هو صافي بحال بحال. شنو خدي شي اخر؟ واخا راني جاية راني جاي. ها هو التوني بعد ما درنا لكم الفيديو اختي خرجنا. ها انتم سر بي امي ها انتم توني باب سر والو باب ها انتم صراحة زوينين. يلا تمشيو للدار نصو نوري لهم. يلا خوتي انتم معانا. هاد اليوم الصندالة بحال هادي كان باغيها وجيت لقيتها وبغيت ناخذها لي اختي، حنا راه في تقدم الموسيقى يضربوني بها كوبي رايت. هانت جينا نتعشاو انا ويونس صراحه، خدينا هاد الساندويتش هذا صراحه زوين. البنات عندهم الثمن مناسب كاين في تماره. شوفوا البنات هاو يونس صراحه عندهم اي حاجه، عندهم هذا كريسبي هكا الدجاج كيقولوا لي كريسبي، هذاك الدجاج المقرمل البنات عندهم هنايا الصراحه بادي من 20 درهم صراحه. عندهم الاثمنه جد جد مناسبه يا البنات. انا غادي نصور لكم المحل فين كاين وها انتم هاو ها هاد واد البنات كاين في تماره فين بلاصه البلاصه اش كيقولوا ليونس اش كيقولوا هاد البلاصه لا لا ماشي جيت الفردوس. المهم هذا البنات هو الشارع ها هو. المهم غادي نوض نصور لكم فين.